كيفاش مشيت فلسطين؟ علاش مشيت لفلسطين؟ علاش كانوا يقدروا يمنعوني من الدخول لفلسطين؟ فين مشيت؟ شنو شفت؟ لما تلاقيت؟ على ما تعرفت؟ شنو كاين في القدس؟ واش السفر لفلسطين خطير؟ واش كانت تجربه صعيبه؟ وحتى شنو كليت في فلسطين؟ هادو كانوا بعد من بزاف الاسئله اللي طرحوا عليا الاصدقاء، العائله، وحتى الناس اللي ما كنعرفهمش. وان شاء الله هذه الاسئله كامله غادي نحاولوا نجاوبوا عليها في هذه السلسله الفيديوهات على فلسطين. خليكم مع هذا الانترو ستيتو. هذه فلسطين. السلام فاميليا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اذا كانت هذه اول مره ديالك في القناه، نقدم راسي، انا اسمي ساره وكعتل الحره، رحاله مغامره مغربيه اللي كنسافر حول العالم وكنشارك معكم المغامرات ديالي في فيسبوك، يوتيوب، وحتى في انستغرام. واذا كنتي ماشي تشترك في القناه، جو تانفيت تشترك في القناه ولا في الباج ديال فيسبوك بالطبع اذا كان كيعجبك المحتوى ديالي، وتدعمني في هذه المسيره ديالي كصانعه محتوى سفر مستقله، وفي نفس الوقت انت لا تستمتع تستفد وتشوف اشياء جديده. كما قلت لكم هذه السلسله ديال فلسطين غيكونوا ما بين 8 و 10 ديال الفيديوهات اللي غتشوفوا فيه السفر ديالنا كامل من الوصول لفلسطين حتى الخروج ديالنا منها. اذا هذا الفيديو غادي يكون واحد المقدمه باش نشرح لكم شنو غادي نشوفوا في هذه السلسله كامله. في الفيديو الاول غادي تشوفوا بالضبط كيفاش سافرنا وصلنا حتى لفلسطين. ما غنكونش بوحدي، غيكون معايا شي شخص اللي عزيز عليا بزاف واللي كانت بالنسبه لي له مفاجاه. غتشوفوا بالضبط كيف كان الدخول، واش كان صعيب. المهم غنعمل لكم شويه سبويلر، بسلوا عليا باش شويه باش ندخل. بالحق الحمد لله وصلت لتما. غادي نعاود لكم يمكن في واحد الفيديو اخر شنو هما الاسئله اللي طرحوا عليا ملي وصلت لتما في المطار. فيديو ثاني غادي يكون النهار اللي وصلنا وشفنا اول مره الاقصى، وغادي نمشيو نزورو الحي ديال المسلمين. حيت نفكر لكم القدس القديمه، يعني المدينه القديمه، منقسمه على اربعه الاحياء: الحي ديال المسلمين، الحي ديال المسيحيين، الحي ديال الارمن، والحي ديال اليهود. في الفيديو الثالث غادي نعملو واحد جوله اكل شوارع القدس، وتما فاميليا غادي تشوفوا الطيبوبه ديال الناس ديال القدس والفرحه اللي كتجي لهم ملي كتعرفوا بان شي حد مغربي جاي يزورهم من بلادهم. في الفيديو الرابع هذا ما كنتش حتى كنفكر نعدلو، ولكن جاء هيدا مفاجاه بلا انتظار. مشينا نصليو الجمعه في القدس، وتما بدا كيهضر معايا واحد السيد اللي كبير في السن، وبدا كيعاود لي بالضبط القصه كامله ديال قبه الصخره. واحد الفيديو اللي تري 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 انتريسون، غتعلموا فيه بزاف ومتاكده غادي يعجبكم. في الفيديو الخامس غادي نمشيو نشوفو الحي المسيحي، غنشوفو شنو كاين فيه، واهم حاجه غادي نشرحو ونتعرفو علاش بالنسبه للمسيحيين القدس هو واحد المكان اللي مهم بزاف. في الفيديو السادس غادي ندخلو نشوفو حائط البراق، تما حضرت شفت وصورت بعض الطقوسات الغريبه اللي عند اليهود، وغادي نشوفو علاش باغين يحتلوا ويهدموا المسجد الاقصى. في الفيديو السابع غادي نخليو القدس وغادي نمشيو لبيت اللحم. هذيك المدينه فيها بعض الاماكن تري تري انتريسون بالنسبه للاعتقادات المسيحيه، تما فين خلق المسيح. حتى تما غادي ندخلوا الاماكن اللي مهمه بالنسبه لي لهم، غنحضروا بعض الطقوسات ونتعرفوا على بعض العائلات الفلسطينيه اللي غيعرضوا لنا المنازل ديالهم وغيوريونا الحياه ديالهم اليوميه بلا مقابل. في هذا الفيديو من اهم الاشياء اللي غنقدروا نشوفوا هي كيف كيدوزوا زعما من المعابر من القدس اللي هو معزول على الاراضي الفلسطينيه، تما غنشوفوا داك الصور داك الحاجز الكبير اللي كيفرق بيناتهم، واللي فيه داك الرسومات اللي مشهوره حول العالم. نخلي لكم بعض الفيديوهات هنايا باش تشوفوهم. في الفيديو الثامن نقدر نقول لكم بان هذا كان واحد من اصعب
الفيديوهات اللي عملت في فلسطين. عملنا واحد الجولة في الحي تحت، هي واحدة من الأحياء الفقيرة اللي كانت تما في الخليل. دخلنا المسجد الإبراهيمي، نشوفوا شوية القصة ديالو، نشوفوا كيف وقع الاحتلال ديال 60 ولا أكثر من 60% ديال المسجد من طرف اليهود. غادي تشوفوا بأن أنا في الوقت اللي كنقول لك يعرفوني مسلم ما كيخليونيش ندخل بعض الأماكن. غنشوفوا بعض المنازل الفلسطينية اللي تهدموا من طرف اليهود، وبعض الأماكن المحتلة اللي دابا المسلمين ما يقدروش حتى يقربوا لينا. في فيديو التاسع إن شاء الله غادي نوريكم كيف زورنا، كيف مشينا نشوفوا البحر الميت، شنو كاين تما يعني في الحدادة بين فلسطين والأردن. دوزنا حنا مزيون وشوفنا شي الأشياء اللي تري انتريسون، متأكدة غادي يعجبكم. في الفيديو قبل الاخري ويكاند غادي يكون قبل الاخري، غادي نمشيو نزوروا المدينه ديال حيفا وعكا اللي بالنسبه لي كانت مفاجاه. كنت عوالة في ديك الايام نمشي نابلس، ولكن المقدسيين نيتو قالوا لي لا، قالوا لي ضروري تمشي لحكا وعيفا، وما ندمتش مره على هذا القرار اللي عدلت، حيت بالنسبه لي من اجمل المدن اللي تقدر تزورها في فلسطين. وفي الفيديو الاخري غادي نحاول ما امكن عاد، حيت بزاف الناس كيسقسيوني شحال سوالك هاد السفر لفلسطين. من دابا غادي نقول لكم شويه سبويلر، ما كانش شي رخيص، وغنحاول ما امكن نعمل لكم لي ديتاي ديال شحال خسرنا في 12 يوم في فلسطين. والسلام فاميلي، هاد الفيديو قرر صادي نعملو قصير، غيكون غير انتو باش تعرفوا شنو غادي يكون في هاد السلسله. فلهذا واذا بغيتوا ما تضيعوا حتى فيديو، ما تنساوش تشترك في القناه واذا كنتي في يوتيوب، او لا الصفحه اذا كنت كتشوف الفيديو في فيسبوك. ما غتندمشي، كانت بالنسبه لي واحده من احسن المغامرات اللي عشت في حياتي، وانا متاكده حتى انت غادي تعجبك وغتشوف بعض الاشياء اللي ما كتبانش في التلفازه. والسلام فاميلي، هذا ان شاء الله غادي يكون الفيديو الاولي ديالنا ديال فلسطين، واذا عندك شي سؤال اخر على سفر فلسطين خليه لي تحت في التعليقات، وغنحاول ما امكن نجاوب عليه في شي فيديو منهم. صافي، ما زيدش عليكم، نشوفوا ان شاء الله السيمانه المقبله في فيديو جديد. Thank you.